نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية الحلقة السادسة من بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد على ملاعب وادي الفروسية للشرطة. يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيمانا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة. بعد النجاحات التي حققها وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية في استضافة بطولات الفروسية محليا ودوليا، استضاف الوادي بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. الوادي الذي يتمتع بإطلالة ساحرة على بحيرة عين الحياة بمنطقة عين السيرة بالفسطاط، شهدت ملاعبه ذات المقاييس الدولية منافسة كبيرة بين الفرسان في ظل الأجواء التنظيمية التي وفرتها لهم وزارة الداخلية. كل الخدمات متوفرة والبطولة النهاردة رائعة، والحقيقة كل ده بيأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الأجواء المناسبة لرياضة الفروسية. نشكر طبعا وزارة الداخلية على التنظيم وعلى الملاعب الممتازة، وبنشكر طبعا رئيس الجمهورية لاهتمامه برياضة الفروسية عامة. ده من أحسن ملاعب الكلة اللي موجودة في مصر، عشان كمان الإضاءة اللي فيه وكل التجهيزات اللي موجودة بتخلي الموضوع سيف قوي لكل اللعيبه، وكمان نقدر نتفرج براحتنا على كل الالعاب الموجوده. نشكر وزاره الداخليه ورئيس عبد الفتاح السيسي على هذا العظمه. ما شاء الله نادي كبير يقدر يستوعب بطولات عالميه وبطولات كبيره. يمتلك الوادي تجهيزات متطورة لإنجاح أي بطولة تقام على أرضه، من فندق لإقامة اللاعبين وأسرهم، واسطبلاب بتجهيزات بيطرية لإراحة وإقامة الخيول، وتوفير خدمات للجمهور واللاعبين أثناء البطولات، فضلا عن ما يتمتع به من غرفة تحكيم مصممة لرؤية جميع الملاعب. النادي لما تجدد طبعا بقى حلو جدا للبطولات المحليه والبطولات الدوليه، وبقى مؤهل ان هو يشيل بطولات دوليه، واتعملت فيه تصفيات كاس العالم وكانت على اعلى مستوى. الاراضي فعلا هنا يعني مجهزه بشكل كويس، والاراضي واسعه والاضاءه كويسه. وزاره الداخليه قدرت تحقق حاجات احنا قبل كده ما كناش بنشوفها ولا شفناها. انا بشكر وزاره الداخليه، وطبعا بشكر السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي على اهتمامه برياضه الفروسيه. انا بشكر وزاره الداخليه المصريه على صراحه يعني على المكان الرائع والممتاز، فاجتهاد ظاهر صراحه، وهم مهتمين بالديتيلز. يستمر الوادي في نجاحاته في استضافه بطولات الفروسيه منذ ان قامت وزاره الداخليه بتطويره إسهاماً منها في الارتقاء بهذه الرياضة.